بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. نبدأ في مجال الفقه، وكلنا نعرف أن مصادر التشريع الإسلامي أربعة: أولها القرآن الكريم، ثانيا السنة النبوية، ثالثا الإجماع، رابعا القياس. سوف نفصل اليوم في الإجماع وما المقصود في الإجماع. الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدون من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي في واقعة. شروط الإجماع: أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين، أن يتفق على الحكم الشرعي في الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين وقت وقوعها. حجية الإجماع: الإجماع حجية قطعية، أي إذا اتفقت آراء المجتهدين جميعها على حكم واحد في واقعة الحكم ملزوما وواجب الاتباع ولا يجوز مخالفته. الدليل على حجية الإجماع: أولا من القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجه الدلالة: إن أولي الأمر في كل شيء هم أصحاب الرأي. ثانيا من السنة النبوية، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: قال إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة أبدا. أنواع الإجماع: الإجماع الصريح والإجماع السكوتي. الإجماع الصريح هو أن يتفق مجتهدو العصر على حكم واقع بإبداء كل منهما رأيه صراحة بفتوى أو قضاء. الإجماع السكوتي هو إبداء بعض مجتهدي العصر رأيهم صراحة في الواقعة بفتوى أو قضاء، ويسكت باقيهم من إبداء رأيهم فيها موافقة ما أبدي فيهما أو مخالفته. أهمية الإجماع في الوقت الحاضر: الإجماع مصدر فقهي مشهود له بالصحة والاعتبار. يوجد في عصرنا وقائع جديدة تحتاج لبيان المجتهدين حكم شرعي. يتم الاستفادة من الإجماع حاليا عن طريق إيجاد مجمع فقهي يضم جميع المجتهدين من الدول الإسلامية، وتعرض عليهم المسائل الجديدة لدراستها وإصدار الحكم المناسب. رابعا القياس. وما المقصود بالقياس؟ القياس هو إلحاق حادثة لا نص فيها ولا إجماع بحادثة فيها نص أو إجماع في الحكم لتساوي الحادثتين في علة الحكم. مثال تطبيقي: شرب الخمر واقعة ثبتت بالنص حكمها وهي التحريم في قول الله تعالى: فاجتنبوه، ولقد أدرك المجتهدون علة التحريم هي الإسكار المذهب للعقل، ثم وجد المجتهد إن الإسكار يتحقق بتناول الأشربة الأخرى المتخذة من الحبوب والفواكه إذا صارت مسكرة وهي النبيذ، فيكون النبيذ والمخدرات ملحقا بالخمر في حكم تناوله. حجية القياس وأدلته: أولا من القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة النبوية كما موضح في الكتاب المدرسي. أركان القياس: الأصل هي الواقعة التي وردت بحكمها نص أو إجماع مثل الخمر، ويسمى المقيس عليه أو المشبه به. الفرع هي الواقعة التي لم يرد فيها نص أو إجماع ويراد إلحاقها بالأصل في حكمها مثل النبيذ أو المخدرات، ويسمى المقيس أو المشبه. حكم الأصل هو الحكم الشرعي الذي ثبت في الأصل ويراد تعديته إلى الفرع تحريم الخمر. العلة الوصف الذي بني عليه الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع وهي السكر. الاجتهاد: بذل الفقيه وسعه في النظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الأحكام الشرعية. حكم الاجتهاد فرض كفاية، إذن إذا قام به البعض سقط عن الباقين. شروط الاجتهاد: معرفة القرآن الكريم، فلا بد للمجتهد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم وبالآيات الكريمة التي نصتها على هذه الأحكام،
ثانيا معرفة السنة النبوية، فلا بد للمجتهد أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي جاءت بها السنة النبوية بحيث يستحضر ما ورد في السنة من أحكام في هذا الموضوع. معرفة الإجماع يشترط في المجتهد أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه. معرفة اللغة العربية يشترط في المجتهد أن يكون ملما بعلوم اللغة العربية بحيث يمكنه تفسير ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية. معرفة أصول الفقه يشترط في المجتهد أن يكون عالما بالقياس وشروطه لأنه أصل الاجتهاد. العلم بمقاصد الشريعة والتي لأجلها أنزل الله تعالى الكتاب وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لا يجوز في الاجتهاد؟ لا يجوز في العقائد كتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا يجوز في قواعد العبادة وأحكامها كالصلاة والزكاة والصيام والحج. لا يجوز الاجتهاد بالرأي فيما فيه نص، أي يوجد فيه نص بالقرآن الكريم لا يجوز الاجتهاد به. ويجوز الاجتهاد في المسائل والمشكلات والأمور التي تجد في حياة الناس في مختلف البلدان والتي تحتاج إلى حكم شرعي واضح. الاجتهاد الجماعي هو بذل مجموعة من فقهاء العصر جهودهم في الوصول إلى حكم شرعي في مسألة واقعة مستجدة بعد التشاور والمناقشة بينهم. مشروعية الاجتهاد، مما يدل على مشروعية الاجتهاد خبر اجتهاد الصحابة يوم الخندق في فهم مراد قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. النتائج المترتبة على الاجتهاد الجماعي: غلق الباب على الذين يتجرؤون على الفتوى، سد النقص الحاصل في المستوى العلمي. والآن انتهينا من مجال الفقه وسنتقي بإذن الله في الحلقات القادمة. وكل ما ورد هو تلخيص لمجال الفقه ولا يغني عن الكتاب المدرسي. وبإذن الله نلتقي في الحلقات القادمة.